انت مش راضيه تحكي لنا حكايه البيات في معبر في بيروت، لكن هتحكي لنا حكايه العنبر. انت كنتي في السجن سنه 85 اول مره دخلتي السجن، اقمتي في عنبر المخدرات. أيوة. المره الثانيه اقمتي في عنبر القتل. ولك راي في القاتلات او زميلات كما تصفيهن، ان الغلطه قاتلات المحنه يعني مش المهنه المحنه الغلطه ممكن غلطه القتل، وانت حصل لك غلطه قتل خطا في القياده. كتهمه القتل خطا، تهمه القتل لما شفتي امراه بترتكبها عن سبق الاصرار والترشد، رايك في بعد التعامل مع القاتله، شخصيه المراه القاتله؟ يعني انا لاحظت حاجه غريبه جدا، ان شعورهم ميت، احاسيسهم ميته. في منهم مش ندمان اطلاقا، يعني كان في منهم اللي عملت القتل. معظمهم قتلوا مين؟ جوازهم. قتلوا جوازهم. النسبة الكبيرة. النسبة الكبيرة اللي قتلوا جوازهم. ويحكوا لك الحكاية كأنهم بيحكوا فيلم سينمائي يعني، ومش حاسين بندم إطلاقا. فدي كانت ست اشهر، اتعس ست اشهر في حياتي. لانك تعيشي وجها لوجه مع قاتل حقيقي، مش غلط ومش غصب عنه، لا، وبعدين مش ندمان. تجربه قاسيه جدا، مرعبه مرعبه. يعني انا يمكن ست اشهر ما نمتش، وما كنتش بحب ابين لهم. ساعات وانا نايمه تيجي واحده تصحيني، فكنت اقوم مفزوعه، لان نفس الايد دي مش مفزوعه لانها تقتلني، لكن الايد دي تخرجت بالدماء. بالظبط كده. فكانت الخصوه مش السجن، ان انا عايشه مع النماذج دي. انت قلتي كنت بخاف انام، كنت بتخافي تحلمي برضو؟ وبخاف احلم. تصور ان الانسان يزاي يصل الى درجه انه يخاف ان يحلم، يعني شيء قاسي جدا. وانا يمكن التجربه دي انا محتاجه اروح لدكتور نفساني، لان انا من اياميها، لاني لما بنام بحلم احلام دايما تخوف، اللي هي الحواجيت اللي بيحكوها لي بالنهار. فكنت بطلت فعلا احلم لحد دلوقتي. انا حياتي مستقره، لكن برضو ما بحلمش، يعني الحلم اتقتل عندي. فانا فكرت اروح لدكتور، لان ان الانسان برضو بيحلم، ده تنفيس عن حاجات كتيرة. الحلم اتقتل عندك؟ عمليا انك ما بتحلميش، والحلم الانساني للحياة اتقتل عندك؟ لا. جميل. لا ما اتقتلش. هذه اهم شغلة، لانه دكتورة بتعرفي حضرتك انه الخوف من الحلم، انه يخاف انه ما يحلم الانسان، اصعب من الخوف من الواقع. لانه اذا كان خايفان من الواقع بضل عنده الحلم، بضل يحلم انه بيهرب من الواقع على الحلم، بيحلم انه غير هذا الواقع ذات يوم. بينما اذا خايف من الحلم، يعني بتحول الحياه لجحيم. انا برايي مش ممكن يعني تستمر الحياه اذا ما في حلم، لان كلنا عندنا يعني بنعيش احلام، وبتساعدنا هالاحلام يعني تسعفنا على دكتور عكاش على طول. الحقيقه الحلم عند الانسان المبدع بيخرج في فنه كمان، في ادائه، وبيكون هو جزء من فنه. وانت يمكن ابتديتي ترجعي الى حلمك الفني، عملتي مسرحيه الجنزير وحققت نجاح كبير جدا، عملتي يا دنيا يا غرامي، دور دور في السينما، واخدت عليه اكتر من جايزه.